السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة ديدو صفدي. النهار ان شاء الله نقدم واحد الموضوع اللي في الحقيقة مهم ومهم بزاف، الا وهو الفرق ما بين الارانب المولودة في فصل الصيف في اواخر او البداية ديال فصل الصيف، والارانب المولودة في الجو بارد. ما يهمش واش الشتاء ولا الخريف ولا الربيع، المهم الجو معتدل بارد او الجو بارد، احنا نقولوا جو بارد. حتى الصيف حتى الربيع ممكن اننا ندخلوه مع هذا الموضوع. هذا الفرق، وهو ان الارانب اللي كتكون مولوده في فصل الصيف في الحقيقه ما كتكونش هي هذيك. علاش؟ انا شحال في الحلقه ديولي كنقول باللي من الاحسن ما تلقحوش الارانب ديالكم في فصل الصيف، خليهم ياخذوا راحه. ممكن ان الولاده ديالهم يجيهم ليموراجي، هذه معروفه. القضيه الاخرى، وهو ان المربين اللي جربوا الارانب اللي كتكون في فصل الصيف ما كتكونش عندها مناعه قويه بحالها بحال فصل الشتاء. ولكن شحال من واحد غادي يقول لك وهذا الشيء يعني كيفاش تفسروا لنا؟ انا نقدر نفسر لكم علميا يعني بالعقل. اي واحد عنده الارانب وكيربي الارانب يفكر معايا، انا غادي نقول لكم واحد الفكره وفكروا معايا. ان الارنب في فصل الصيف اسمو كيدير كتقل الماكله ديالو. ملي كتقل الماكله ديالو حنا نديرو واحد الانثى ديال 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 الارنب ولدت وحطيتي لها نتايا الاكل في فصل الصيف، هي الاكل ديالها ولا قليل سمو شنو ولا؟ واخا انت هي كتحط لها الحوايج اللي غادي يدروا لها الحليب، هي ما كتاكلش. ملي ما كلاتش شنو غادي يوقع؟ انها هذاك يعني الماكله ديالها ما غتكونش كافيه باش غادي ترضع الصغار. الصغار كيفاش كيكتسبوا يعني سمو هما الارانب اللي صالحين للكسيبه. خلينا حنايا من 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 التسمين، هذاك التسمين بوحدو، حنا كنهضروا على الارانب كيفاش كتكون صالحه. كيفاش كتكون صالحه؟ وهي الصغر ديالها، الصغر ديالها الا مشات حتى كانت شربت الحليب بواحد الكميات كبيره، كنا متاكدين انهم غادي يكونوا صالحين كامهات وغادي يكونوا صالحين كذكور. يعني الذكور كيكونوا تبارك الله وافيين، يعني الذكر اذا كان وافي راه كيكون يعني كيعطي مردوديه اكبر. وكذلك النتوه، النتوه الا كانت حتى هي شربت الحليب ملي كانت صغيره مزيان كتولي كتكون ام صالحه 100%، كتكون ولاده كتكون اي حاجه. المهم ما كتعذبش المربي، اي حاجه حطيتيها ليها كتولي كتاكل مزيان، كتولي حيويه. المهم كي يعني الصغار كيرضعوا الحليب مزيان كي كيكونوا مزيانين، يعني لا في اي حاجه، يعني حتى في الصحه ديالهم حتى في الامراض ديالهم. كتلاحظ ان مثلا ملي كتكون الموت الله يسر كل شيء انهم كيبان لك كل نهار ولا جوج، يعني في ديك الفتره اللي كتكون فيها الموت، حنا كنقولوا فتره ديال الموت يعني فيها ريح مثلا، كتلقى هذوك اللي من بطن ديال ام اللي ولدت في فصل بارد كتكون هذوك كيصبروا اكثر. علاش كيصبروا اكثر؟ لانهم تولدوا في الجو بارد والام ديالهم كلات مزيان، منين كلات مزيان رضعتهم مزيان، منين رضعوا مزيان صافي ولاو يعني حتى الصحه ديالهم ولات مزيانه. حلقه مهمه بزاف، يعني حاولوا انكم حتى الناس اللي بغاو يديروا مشروع يعني يبداو المشروع ديالهم يحاولوا انهم ما يشريوش في اواخر ديال الصيف. اواخر ديال الصيف شنو كتعني؟ يعني 3 شهور الاخرى، 3 شهور الاخرى يعني راه تولد في الصيف. الا تولد في الصيف راه ما عندوش المناعه كافيه انه يكون ارنب يعني صحيح، لا بالنسبه للذكر لا بالنسبه للانثى، وخصوصا الانثى، لان يعني الانثى عندها المراحل ديال الولاده ديالها وكيفاش كتتعامل مع الرضاعه وكيفاش كترضع وليداتها وكتكون ام يعني بصح واقفه مزيان. الا كانت في الصغر ديالها عندها المناعه واكتسبت هذيك المناعه انها تقاوم جميع الامراض، ماشي تكون على سبه، يعني هي امها هي حامله ولكن على سبه، يعني كتلقاها شويه ماشي حيويه ناقصه، وخا انت كتعطيها الماكله بزاف بحري الله كي كتاكل
مهم كتكون ماشي هي هذيك. اذا حاولوا انكم تفكروا في هذه النقطه جيدا. يعني انا حاولت انني نبسط لكم الفكره. يعني الارانب المولوده فصل الصيف ماشي هي الارانب المولوده في فصل يعني الشتاء او الربيع او الخريف. الصيف حاولوا انكم ما تشريوش الارانب ديالو لانهم ما كيكونوش صادقين، وحتى الحجم ديالهم ما كيكونوش كيكبروا دغيا. علاش؟ لانهم ما اكتسبوش مناعه منين كانوا صغار. اذا الحلقه ديالنا هي هذه، راه حلقه مهمه، فكروا في هذا الموضوع مزيان. الناس اللي مازال ما شاركوش معنا يشاركوا معنا، قناه مزيانه جميله غاديه بالدعم ديالكم، كنشكركم بزاف. تكيو على ما تنساوناش بزر جيم، و كنشكركم على التعاليق الطيبه ديالكم. الى اللقاء في الحلقه المقبله ان شاء الله.